زي ما احنا متابعين بدأت متعه الدوري الانجليزي والدوريات الاوروبيه، علشان نتكلم بقى عن اللقاءات والتعادلات اللي بدأت في بدايه الموسم. معانا المحلل الرياضي والناقد الرياضي طبعا احمد الجهري. يا صديقي ازيك؟ ابد زيك، اخبارك ايه؟ وحشني كتير. وانت وحشني جدا، وعايزين بقى نتكلم معاك على كل الدوريات اللي بدأت، والبدايه من الدوري الانجليزي، الدوري الامتع. شايف بداية الدوري عامل ازاي، ومين الفرق اللي ظهرت بشكل قوي؟ مانشستر سيتي فاز، ولكن في اكتر من فريق تعادل. عندك طبعا ليفربول تعادل، توتنهام تعادل. شايف البداية عاملة ازاي، ومين الابرز في اول لقاء او اول جولة؟ الحقيقة يعني ما فيش حد فاجئني كتير، بالعكس انا حاسس ان احنا قفلنا يعني نفس قفلة السيزون الماضي. مانشستر سيتي متألق، فاز على بيرنلي خارج الأرض، رغم إن بيرنلي فرقة محترمة جدا جدا، عملت في الشامبيونشيب موسم ممتاز بقيادة فينسنت كومباني، أحد تلاميذ بيب جوارديولا. طبعا أرسنال بعد التدعيمات اللي عملها سواء هافرتز أو ديكلان رايس والنيولوك اللي عمله أرتيتا تقريبا نفس تشكيلة أو أسلوب لعب بيب جوارديولا، قدر ان هو يفوز على نوتنغهام فورست، كانت مباراه في المتناول. الحقيقه هم كانوا قافلين زي ما اتكلمنا السيزون الماضي برضو بشكل كويس، نيوكاسل وبرايتون. الحقيقه نيوكاسل عمل مباراه كبيره على استون فيلا وقدر انه يفوز 5-1، قضوا نتيجه كبيره جدا، رغم ان الناس كانت، انت عارف دايما احنا بنتابع الدوري الانجليزي غير حبنا للكوره في الدوري الانجليزي، بنتابعه عشان قصه الفانسي، فكله عارف ان نيوكاسل عنده مباريات صعبه جدا في اول الجدول الدوري. اعتقد ان المباراه القادمه لنيوكاسل هتبقى اختبار حقيقي امام مانشستر سيتي. صحيح. من ليفربول امام تشيلسي، في رايي ان هي كانت مباراه صعبه على الفرقتين. تشيلسي عمل تدعيمات كبيره جدا، لعيبه صغيره عندهم زي ما بيقولوا جعانين كوره اضاء، عايزين، كان في قتال في الملعب فعلا. بالظبط كده. بالمناسبه خلينا نتفق بس على حاجه، لو هتكلم عن ليفربول سريعا، انا اتفرجت على المباراه كامله، بشوف ان ليفربول عمل جيم كبير قوي، وفي تحسن كتير جدا 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 عن الموسم الماضي بالنسبه لليفربول ويورجن كلوب على المستوى الهجومي. خلق فرص للتحولات الهجوميه بتتعمل بشكل كويس جدا. طيب عايز اسالك سؤال على ليفربول تحديدا، وعلامه الاستفهام على خروج صلاح يعني في الدقيقه تقريبا 75 او 80، وكان واضح غضب صلاح وفي الخروج، يعني كان عايز يسجل في اول لقاء زي ما عودنا في اللقاءات الافتتاحيه وعمل اسيست، ولكن شايف هل كان خروجه موفق ليورجن كلوب ولا لا؟ يعني اخفق في اختيار خروج صلاح. بص خلينا يعني انا اللي مع بالنسبه لي ان تغييره يبقى التغيير يتعمل، ما عنديش مشكله فيه، ممكن تبقى وجهه نظر مدير فني. انا برضه ما عجبنيش قوي رده لو التغيير بتاعت صلاح كانت هي بتاثر في نتيجه المباراه او ان ليفربول فاز، لكن كان يقدر يقول انا متفهم ان اللعيب ممكن يبقى زعلان وصلاح كان عايز يسجل، والكلمتين اللي هو ممكن يقولهم ده، وكان خلص الكلام على كده. ما عجبنيش الرد قوي. في رايي ان صلاح تعبيره مش هقول ان هو طبيعي، لكن في الاول وفي الاخر بشر، هو راجل نجم وسوبر ستار، عايز اسجل، عايز اساعد فريقي، عايز ابقى موجود او احقق رقم قياسي يعني ان انا بفتتح الدوري دايما في اول مباراه لسادس موسم على التوالي، كان هيبقى رقم تاريخي. طبعا انا ما بشوفش ان صلاح بيهتم بالارقام خالص، بدليل ان صلاح غير طريقه لعبه بعد ما ليه الموسم الماضي. في رايي ان يورجن كلوب بيستنزفه بطريقه كبيره جدا في عمليه ان هو حوله من جناح هداف، لان دلوقتي بقى هو ديستريبيوتر. شفنا الهدف الاول بتاع ليفربول، وان هو هو اللي عامل اسيست لويس دياز، وهو ازاي دلوقتي هو اللي بيبقى زي صانع لعب او اللعب يتمحور حوالين محمد صلاح، وان هو اللي بيوزع لعيبته. فانا بشوف ان صلاح عموما يعني ازمه وعدته، في رايي ان هو يقدر الفتره الجايه يعني يقدم عطاءات كبيره. عاجبني جدا، برجع تاني يا قضاء، فكره ان ليفربول تحسن هجوميا، بس يتبقى ان ليفربول عنده مشكله كبيره جدا في نص الملعب، في اللعيب الدستروير او اللعيب نمره 6 اللي يقدر يستخلص لك الكوره، ما عندوش حد كده. عشان كده هو كان رايح يجيب كايسيدو، كايسيدو فضل الانتقال الى تشيلسي. الحقيقه هم بيفاوضوا حاليا لاعب لافيا اللي هو كان ساوث، كان بيلعب ساوثهامبتون، لعيب برضه في نص الملعب يقدر يعمل لك ده. وانت كنت تتكلم على كلوب وتصريحاته، وتصريح كلوب هو اللي بين الصفقه قبل ما تتم وخلى اللاعب يختار تشيلسي، يعني
بالظبط كده بالظبط كده. طب عايز اروح معاك لتوتنهام وتعادل توتنهام، هل شايف ظهروا بشكل جيد؟ هل هاري كين ورحيله بقى للدوري الالماني هيأثر عليهم ولا لا هيقدروا يعوضوا غيابه باللعيبه اللي موجودين؟ بص هاري كين انا في رايي دايما بشوف ان هو واحد من افضل خمس مهاجمين في العالم اخر من الكلاس اخر 10 سنين، يعني هاري كين لازم هتحطه في التوب 5 في اخر 10 سنين. الترتيب بتاعه بقى فين؟ بتبقى اراء، لكن رقميا وان الراجل بيشتغل مع توتنهام اللي هو اصلا مش فريق تنافسي على الدوري الانجليزي ولا تشامبيونز ليج، لا هاري كين واحد من عظماء الدوري الانجليزي، لاعب مؤثر جدا، لاعب قوي. تعويضه في رايي بميزانيه توتنهام بطريقه تفكير اداره توتنهام هيبقى صعب جدا. ولكن يعني هو بيحاول يغير طريقه اللعب. اعتقد ريتشاردسون الموسم الماضي توتنهام ما استفادش منه فرصه كويسه ان هو يبقى مهاجم تسعه زي ما كان بيلعب مع ايفرتون في الموسم اللي قبله، بيلعب مع المنتخب البرازيلي. شويه ممكن ان هو يستفاد منه توتنهام، واعتقد ممكن يظهر بشكل كويس طبعا مع ان سون هيبقى عنده ادوار مختلفه جدا. طبعا انتقال ماديسون اللي توتنهام صفقه انا شايفها جيده في رايي، ان انجستيكوجلو مدرب يعني ممكن يعمل حاجه في رايي، ان هو عنده شغل كتير. توتنهام يعني بقى انجاز بالنسبه له لو دخل التوب فور. عملوا مباراه مش سيئه خالص امام برينتفورد. برينتفورد طبعا فرقه من الفرق المحترمه اللي شفناها الموسم اللي فات. طب لو رحنا من الدوري الانجليزي، طبعا النهارده في مانشستر يونايتد، ولكن هنشوف لقاء الساعه 10 بالليل هيظهر ازاي اليونايتد النهارده في اول لقاء ليه. عايزين نروح للدوري الاسباني وفوز مدريد في اول لقاء وتعثر برشلونه. شفت البدايه ازاي للفريقين؟ خليني اقول لك، هو بالنسبه لي فوز خادع مش على مستوى الاداء، على مستوى موسم كامل من التدعيمات لريال مدريد. بمعنى ريال مدريد عمل جيم كبير قوي قدام خصم قوي جدا في ملعب صعب جدا تسمى نافس اتلتيكو بالباو. طبعا انت عارف انا متابع جيد للكره الاسبانيه وخصوصا ريال مدريد، يعني بالظبط في رايي ان جمهور ريال مدريد، وفي الاول قبل جمهور ريال مدريد اداره ريال مدريد ما تنخدعش بنتيجه زي دي. ريال مدريد عنده نواقص كتير قوي في السكواد على مستوى العمق في التشكيل، مش دي المشكله قد ما هي الكواليتي والستارتنج لاين اب في بعض المراكز. يعني بمعنى صح ريال مدريد محتاج باك رايت، ريال مدريد طبعا بعد غياب كورتوا كان محتاج حارس اقوى، لكن انا متفاهم هو ليه راح جاب كيبا، لان نافاس هو مش عايز يروح يتعاقد مع باريس سان جيرمان. هيروح لدخية اللي هو افيلبل. دخية ما اعتقدش ان هو هيرضى ان هو يمضي سنه، هيبقى عايز عقد طويل، فانت كده هيبقى عندك اثنين حراس، فمش عايز يعمل مشكله. لكن لا، وكيبا من الحراس الجيدين يعني مش سيء بالظبط، لكن مش بنفس كواليتي كورتوا. ريال مدريد هتأثر كبير جدا بكورتوا، اللي لازم ريال مدريد يجيب سيرد باك في رأيي، لأن ريال مدريد هيعاني معاناة كبيرة جدا بعد غياب ميليتاو، لأن مش هيبقى عنده غير ثلاثة سيرد باكات اللي هي عارفينها، إن هو يلعب على الخط ويبقى عنده الحرية. كون هو بيلعب بظهره للجون عاملة له مشكلة شوية، شفناها كانت واضحة جدا. بيلينجهام عمل مباراة رائعة. ريال مدريد محتاج امبابي، ريال مدريد بدون امبابي هيعاني معاناه كبيره جدا. حتى لو هو بنتكلم على بلاهوفيتش، بنتكلم على مواني، بنتكلم على لعيبه كتير، اعتقد ريال مدريد محتاج لعيب بكواليتي كان امبابي بعد كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما. لا يعني انت كمان عندك امبابي كل سنه في كل انتقالات، هل هيكون في ريال مدريد ولا لا؟ ولكن متهيألي الصفحه دي هتتقفل تماما، ممكن ما تتفتحش تاني بقى في الفترات اللي جايه. ما هي على حسب بس يا قضاء يعني هيتم التعامل ازاي؟ بمعنى ان الناس رابطه ان هو رجع التدريبات يبقى خلاص هو كده في باريس سان جيرمان رسمي. انا في رايي انت قصدك ان لسه ما فيش اعلان رسمي اللي هو مكمل؟ لا خالص، خد بالك انت بتفتح الباب برضه، انت بتورب الباب لحبك لريال مدريد. لا 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 لا، هقول لك ليه. في رايي انا ببص لها حته ثانيه، واتوقع ان ده اللي هيحصل، ان هو مش هيبقى حابب انه يمشي ببلاش من بي اس جي، عشان هو دلوقتي نجم فرنسا زي زين زيدان، زي تيري هنري، فمش عايز ان يبان قدام البلد اللي انا فيها ان انا هخرج بره رغم ان انا متوفر لي كل حاجه، ما يبانش اللي هو الفلن او الشرير يعني في القصه. فيبقى بالتوافق اللي هو انا ممكن اقعد السنه دي واجدد سنه كمان، فيبقى انت الصفك بس في كونديشن مثلا ان الصفك جاي هي ريال مدريد هيحط الرقم الفلاني وهروح، رغم ان صحفيين كتير وبعض زي ما بيقولوا صفحات او الحسابات الموثقه جدا قريبه من باريس سان جيرمان بتؤكد من فتره كبيره، بتقول ان في اتفاق مسبق ما بين ملاك قطر
وفلورنتينو بيريز على انتقال كيليان امبابي. يعني دي هنشوفها خلال الفترات طبعا. اللي جايه. خلينا اسالك كمان عن برشلونه سريعا. الحقيقه مباراه كان فيها جدل تحكيمي كبير جدا التعادل السلبي مع ختافي. بص برشلونه بيعاني في رايي، انا قلتها الناس استغربت في كذا طرد وطرد تشافي يعني في طبعا. بس هي الفكره ان برشلونه هيعاني السنين اللي جايه بسبب الرفعات الماليه اللي اتعملت يا قضاء، ممكن تاثر عليهم في المستقبل. في رايي ان هو كان حتى مش عارف يسجل اللعيبه الجديده اللي هو جابها، عنده مشاكل كبير. نيمار كان عايز يرجع، ميسي كان عايز يرجع، مش قادر يوفر للناس دي صحيح. اي مبالغ او اي فلوس ان هو يقدر يسجل بيها او مش يسجل بيها، بقى بقول لك يتعاقد مع اللعيبه دي وان هو يدفع عقودهم. عثمان ديمبلي خرج بكل سهوله من برشلونه. في رايي ان برشلونه يعني هو مستقر نوعا ما عن الموسم الماضي طبعا، متقدم تكمله للموسم الماضي وزياده عليه طبعا الكاي جوندوجان، لكن رحيل ديمبلي طبعا هياثر معاهم جدا جدا جدا. في رايي ان اللي ممكن ينقذ تشافي وبرشلونه مشروع لاماسيا صحيح، اللي بيطلع مواهب كبيره جدا. طبعا طبعا طبعا، لعيبه ممتعه، لعيبه كبيره ونفس الستايل نفس المدرسه، فما بي لا ما بيبقوش وقت طويل الانسجام. انا طولت عليك، ولكن في كلام مهم وسؤال مهم عن اللاعب المصري بقى اللي هيحترف او احترف خلاص ومضى عقد في صفوف استون فيلا، عمر خضر. يعني حاجه تفرحنا كلنا، شايف الصفقه دي ازاي وشايف اللاعب هيتالق معاهم وايه الاجواء هناك هتكون عامله معاه ازاي؟ بص اتمنى محمد صلاح جديد طبعا. حرام يبقى عندنا 100 مليون مصري وعندنا مواهب كتير وما يبقاش غير عندنا محمد صلاح واحد. نتمنى، انا مش بكلمك انه يبقى محترف، انا مش عايز لعيب محترف عادي، لا انا بكلمك على لعيب عنده الامكانيات ان ممكن نشوف في التوب ليفل. بالظبط كده، انت بتتكلم على لعيب من وهو عنده 15 سنه نادي الزمالك كانوا بيتكلموا عنه كويس جدا، وكانت صفقه غريبه جدا انتقاله الى زد، لكن هو زد قدر يدي للعيب فرصه كبيره جدا طبعا. زد يا قضى تقريبا وقتها كان هو اغلى ناشئ موجود في مصر، او هو لغايه دلوقتي اغلى صفقه ناشئ في مصر. لاعب مميز جدا، عشان الناس برضه تبقى عارفه، انا ما اتفرجتش على عمر خضر، هو لاعب جناح ايسر وجناح صانع لعب، بيحب يلعب على الخط نفس ستايل يعني تريزيجيه، ان هو لاعب بيلعب برجله اليمين، وعمر مرموش في الحته دي، رمضان صبحي انه عادي، لكن انا في رايي هو لعيب مميز جدا. بيعجبني فيه ان هو بيروح واحد على واحد، بيقدر يعدي، بيروح على الجول، انت مفتقد نوعيه زي دي. وفي رايي ان هو راح في توقيت مثالي يا قضى عشان يقدر ينسجم مع كل حاجه لحد 1 يوليو 2024. دي نقطه، والنقطه الاهم فكره انك لما هتلعب في اوروبا على الليفل ده وحتى لو على مستوى الناشئين، ال يعني عمر عنده نقص حاجه صغيره هي اللي هتبقى محتاج ان هو يسافر بره، وهي القوه الجسمانيه. يعني اعتقد ان هم هيشتغلوا معاه فيزيكلي ممكن طبعا بشكل كبير جدا، واللاعب ممكن يتغير. انك تسافر بالعقليه دي في السن الصغير ده هتفرق معاك جدا جدا صح. جدا مش هتبقى عرضه ان انت لاي اغراءات او اي حاجه انت هتبعد عنها. اتمنى انا شفت الصوره فرحتني جدا طبعا، احمد المحمدي وهو معاه. اتمنى كمان ان محمد صلاح يتبنى، بمعنى ان محمد صلاح يبقى قريب منه يتكلم معاه بيديله نصايح. اتوقع ده لصلاح يعني ما بيتاخرش ابدا، وانا عارف ان صلاح ما بيتاخرش عن اي حد صحيح. لعيب مميز جدا، ممكن وارد نشوف زي ما شفنا ميدو واحترف في سن صغير، حسام ميدو لعبنا لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق طبعا. اتمنى نشوف لعيب يعني على 18 سنه زي ما كابتن محمود الجوهر الله يرحمه ادى فرصه لميدو في سن صغير. اتمنى ان احنا نلاقي فيتوريا يعني على السنه الجايه ان شاء الله يبقى معانا لعيب محترف بكواليتي عمر خضر، واتمنى التوفيق ليه وكل لاعبتنا المحترفين. ويعني طبعا مصطفى محمد امبارح سجل هدف نانت، ولكن للاسف اتهزموا 2-1. يعني صديقي انا طولت عليك، ولكن الكلام العالمي كتير. اشكرك جدا احمد الجوهري المحلل الرياضي. طبعا شايفين مواهب كتير في مصر، وايضا في كابتن مصر بيطلعوا مواهب كتير جدا. نقبل نشوف كل اللعيبه دي موجودين في اكبر الدوريات.